جبنا مجموعة كفرات عندنا هنا عشان نعمل عليها تشيك اب ونشيكها، واخترنا واحد من الكفرات وحطينا هنا لكر عشان لاحظ على الكفر مكتوب بالخط الصغير هنا تريد وير، ومقصد فيها معدل التآكل، ومكتوب تمبريتشر مقاومة درجة الحرارة، وأيضا مكتوب تراكشن اللي هو معدل تراكشن ويقصد فيها الجر. التريد وير مكتوب غالبا بعده في رقم هنا، هنا مكتوب عندنا 420، ويقصد في ال 420 انه معدل التآكل بعد كم كيلو. طبعا ال 420 هذه لها احصائية ورقم، البعض السيارات تجد 100 وبعضها 200، مكتوب بعضها 300 وبعضها 420. 420 يعني بعد 80,000 كيلو يبدأ. 420 يعني يقصد فيها 80,000 كيلو معدل تآكلها، يعني عمر الكفر الافتراضي عندك 80,000 كيلو، انتبهوا لها. نجي لثاني نقطة اللي هي التراكشن، وعدد التراكشن يكتب بعدها يا يكون في AA AA or A لوحدها or B or C، ويقصد بهذه النقطة معدل ثبات السيارة في الطرق اللزجة وغير ثابتة. أفضل الأنواع اللي مكتوب AA or A، ابتعد عن البي وعن السي. نجي للنقطة الأخيرة في الكفر اللي هي التمبريتشر، وعادة ما يقصد فيها مقاومة الإطارات لدرجة الحرارة. في الدول العربية احنا بحاجة لأفضل أنواع الإطارات، والسبب يعود لارتفاع درجة الحرارة الموجودة عندنا في الدول العربية. إذا كانت درجة الحرارة ما بين 35 إلى 40 فإحنا محتاجين نستخدم تمبريتشر A. الفئات اللي موجودة هنا هتلقى تمبريتشر A و B و C. B تنفع للدول المتوسطة الحرارة، و C تنفع للدول الباردة مثل أوروبا. هنجد في محل بيع إطارات السيارات إطارات غير سليمة ولا تصلح للاستخدام في المنطقة عندنا، لذلك لابد تأكد من هذه الثلاث معلومات بدقة. لذلك لابد نتأكد أن التريد وير أعلى من 300 أو 250، التمبريتشر لازم يكون AA or A، والتراكشن A.